مرحبا بكم في هذا السنه الافطار رقم شحال الافطار رانا امو نعيم شحال الافطار رانا هذا الرقم فين رانا واصلين انا واصل 12 إذن ثاني يوم البارح في رمضان كان الإفطار بالقيمة الرمضانية. مرحبا بكم. قيمة هذا السنة رفضنا لها شعار جالية المهجر، تفطر مهاجري الداخل وعابري السبيل والفقراء وحتى اللي عندهم ديور من المواطنين المغاربة اللي طبعا كيكونوا بهذه الطريقة ديال 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 السوق. طبعا مرحبا بالجميع في خيمة طبعا الجالية تفطر، الجالية بالخارج تفطر المهاجري بالداخل. طبعا حنا هنا نعرفكم على الاجواء الرمضانيه. ثاني يوم حنايا تقريبا لاله ذهبيه هي معايا، لاله توريا مراهاش مليحه هذا النهار، ولاله حكيمه ابو علام راه ماشي عاديه هي كذلك معكم، وخويا حسن المناضل في الصحراء راه خدام على السميسكيتات ويجي معايا انا غادي تنضبط معنا في الخيمه الله يرحم الوالدين. ولاله اختي لطيفه هي المناضله ديالنا القديمه ديما معنا عيالين هذا النهار. طبعا الجمال كاملين الحمد لله، الخيمه تاع رمضان كتبدا والحمد لله اننا بديناها بكسكس والدجاج. كاين الحريره حكيمه، ورينا الحريره النهار كي دايره. ها هي سربات الحريره. اذا كاين حريره سربه وجوج قداري، وهذه الثالثه باقي بها نصف الحمد لله. كاين نساء، كاين مواطنين مغاربه من طنجه الى القويره في هذه الخيمه الرمضانيه ان شاء الله اللي نظمنا هذا الافطار الاول. وطبعا كان من تنظيم جمعية الصابرين، هذه الجمعية طبعا التي نظمت هذا الإفطار رقم 2. طبعا هذه الخيمة الرمضانية العام اللي نظمناها تحت إشراف جمعية الرحمة للإيواء وجمعية مجلس بويقشار للتنمية والتضامن طبعا التي تنظم هذا الإفطار. وكنشكروا طبعا جمعية الصابرين وهي جمعية من هولندا طبعا مع الأخت سليمة التي نظمت هذا الإفطار لثاني يوم، لان البارح دارت الجمعيه الافطار واليوم جمعيه الصابرين من هولندا قامت بهذا الافطار مشكوره. وان شاء الله نتمنى من الاخوه كلهم انهم يؤازرون الخيمه الرمضانيه، هذه الخيمه التي تعرف هذا اليوم تقريبا حوالي 300 مفطر في ثاني يوم. البارح كانت عندنا 272، ونتمنى الناس ديال المهجر خصوصا لان الجاليه هي العماد الاساس لهذه الخيمه منذ اكثر من 6 سنوات لهذه الخيمه الرمضانيه. خويا الساقي تحيه واحترام وتساعد معنا ان شاء الله هذا العام. اذا خوتي اخواتاتي الدعاء كذلك لواحد السيده اللي تبرعت معنا بالتمور والحمد لله، والدعاء الصادق لاختي سليمه والجمعيه ديالها الصابرين، اللي كذلك الدعاء كذلك الصادق لاخي الطيب الزهير اللي اتت لنا هذه القاعه واعطاها الكراسه اعطاها الطاولات. طبعا الطيب الزهير وهذا من ثقافه ومن شخصيه ومن نبل هذه العائله نتاع الطيبي، وشفى الله عمي الطيبي عبد القادر اللي طبعا اللي اتت لنا هذه الخيمه هنا مواطنين مغاربه من طنجه للقويره. مرحبا بهم، ونتمنوا من الاخوه انهم ياخذوا هذه الخيمه بعين الاعتبار ويدعموها بالمأكولات. احنا بغينا المأكولات، بغينا ضيوف الرحمن انهم يمشيوا انهم يكونوا راضيين قابلين بالافطار كانهم في المنازل ديالهم، هم جزء من عائلتنا الحمد لله. هذه الخيمه 13 سنه وهي واقفه، ووقفت بفضل الجاليه خصوصا، والجاليه بالمهجر، الجاليه بالشرق الاوسط، الجاليه باوروبا. الحمد لله ان العماد الاساس ديالها اختي سليمه من هولندا افتتحت هذا النبل منها وهذا الكرم الحمد لله. ونتمنى اننا نتواصل ان كل الاخوه كذلك كاين الجاليه كذلك نتاع قدماء لاعبي النهضه البركانيه ان شاء الله حتى هي راها قابضه كذلك داخله في النبل ديالها ان غادي تنظم افطار في هذه الخيمه تاع الرمضان. ونتمنى ان من الاخوه كلهم خصوصا انهم يواصلون هذا العمل. الشكر والتقدير لكل من يتساعد معنا في هذه الخيمه، حكيم ابو علم مستعده هذا العام؟ مستعده
الخيمه واقفه. الخيمه واقفه. البارح درنا 272، اليوم رانا غاديين في 300. الخيمه مرشحه هذا العدد نهار باش توصل ان شاء الله 500. ما نخافوش لان مورانا رجال، مورانا جاليه مناضله، مورانا ناس اللي معقولين وباغي، مورانا ناس اللي حتى هنا في البلاد اللي مساندين هذه الخيمه. شكرا للانعاش الوطني اللي اعطانا المسانده، ما اعطانا بدعم، ما اعطانا لا دعم لا والو. حنا حتى واحد ما اعطانا الدعم بهذه الجماعات، يكون الدعم ديالنا اللي كيجي اساسا نتاع الجاليه هي اللي كتساند. النهار غادي يعطينا شي واحد شي دعم ولا نصرحوا به. حنا لحد الان الحمد لله هذا النهار جمعيه الصابرين خلقت الحادث، واختي سليمه وعدتني ان هذه تلتزم هذه الجمعيه. الحمد لله الله يجعلها صدقه مقبوله، ومولا التمر اللي عطتنا التمر الله يجعلها صدقه مقبوله. شكرا لكم مع فريق اللي راه هنا معنا متساند خويا جمال كاميني ديما معنا، وكنشكركم. نشكر اختي اختي سليمه بارك الله فيك، تواصل معنا الطريق. الفريق كما كان في العام اللي فات مازال متواصل هذا العام، ورانا هنا ان شاء الله. السي العريف راه معنا حتى هو، ها هو راه يشرب الحريره. كي جاتك الحريره خويا محمد؟ واش زينه الديره حكيمه بنينا؟ الله يرحم الوالدين. اذا الاخوه راهم معنا، نساء اطفال هنا الحمد لله. الخيمه الرمضانيه الحمد لله فيها رهيب، فيها طعام، فيها بيض، فيها حريره، فيها عصير، فيها الحمد لله ان الناس تاع الجاليه كيتهلاو. ونتمناو من الناس انهم يزيدوا يتعاونوا معنا ويزيدوا يساعدونا، باش اننا بغينا هاد الناس تاعنا ياكلوا ويحسوا بانهم في وسط الاسره ديالهم، وان المغرب هنا كي ياكلوا واحد الافطار لانهم يليق بالشخصيه ديالهم ويليق بالكرم ديالهم ويليق بالكرم نتاع الجاليه المغربيه للخارج. وانا رفعت الشعار تاع هذه الخيمه، رفعته ان جاليه الخارج تطعم مهاجري الداخل وتطعم فقراء الداخل وعابر السبيل. والله يرحم الوالدين، شعار تستحق الجاليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وحتى انا هذه نشرب القهوه، والله يرحمكم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين، والسلام عليكم. وتساندوا هذه الخيمه، ساندوها حكيمه، ساندوا هذه الخيمه. خيمه اللي ازعم بانها خيمه رقم واحد في اقليم بركان، من حيث الاقبال، من حيث العادات، من حيث الناس. والخيمه عندنا كبيره الحمد لله بالناس ديالها. ساندونا، وقفوا معنا، اعطيو للناس ما تاكل، اعطيو للناس ما تاكل، ونجحوا ان شاء الله في هذا العمل. والله يرحم لك الوالدين اختي، تحياتي لك، الله يسلمك وبارك الله فيكم. وهذه هي الاجواء نتاع خيمه رمضان. ثاني يوم العدد مرشح الى 300، وان شاء الله يكون اكثر، وان شاء الله باذن الله سنواصل هذا العمل الناجح باذن الله سبحانه عز وجل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعطي للناس الطعام.